قبل من ندوز للاستراحة بغيت نشكر الإخوان، كاين واحد جوج ديال التدخلات ما سمعت لهمش. النسر كيكون خدام بزاف أسيدي الرئيس، شوفوا لي أنا ملي خرجت كان عندي مجموعة ديال لأنها دابا كاين اجتماع مع السيد العامل على تثمين المدينة العتيقة، فضلت نجي لهنايا وجلست معكم وصيفت واحد النائبة المحترمة، لأنه الدور ديال لأن هذا أولا لقاء مهم، استعدت باش أنني نكون معكم ونسمع لكم هادشي كله اللي قلتوه مهم، غير خصنا نشوفوا شنو هي الطريقة المثلى باش ننزلوه. ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به، ما تحملوش الجماعة المجلس في الطاقة ديالها، هذا عمل ديالنا كاملين. كاين مجموعة ديال النقاط اللي هضرتو عليها بزاف، ولكن خص اليد باليد باش نحلو هاد المشاكل، لأن هادي مشاكل قديمة، ماشي ديال اليوم ديال غدا، مشاكل شائكة. ولكن ملي يكون العمل الجماعي وتكون رؤية اللي كاملين كنتذكروا عليها ونتفقوا عليها، تظن بأنه يهان الأمر، كيبان المشكل بسيط وممكن نتغلبوا عليه. مجموعة النقاط هضرتو عليها لأن المشاكل اللي ما سهلة وما سهلاش. النقل، أنا كنقول النقل ما خصناش نبقاو نهضرو على النقل بزاف، لأن نورمالمون هذا واحد الخدمة عمومية اللي خصها تكون، وما خصهاش تاخذ لنا هذا الوقت وهذا يعني هذا اللغط اللي الهضرة على النقل بزاف. طوبيس خاشن هادشي ما خصوش يكون. أنا ضمن الملفات الأولى اللي اشتغلت عليها هو الملف ديال النقل، نظرا لأهميته القصوى، لأن يعني هو اللي عنده واحد العلاقة مباشرة مع المواطن. كيف يفيق المواطن الصباح بكري كيجري خصو يمشي للخدمة ديالو، خصو يمشي للمدرسة، خصو يمشي للافاق، خصو يلقى واحد الخدمة عمومية دو باز خصها تكون. الملف ديال النقل الإخوان هذا يكون عندنا لقاء واحد آخر موضوعاتي باش نحاولوا نحلو حنا كاملين، يعني حتى انا محتاج لكم انتم باش تدعموني باش هاد الملف هذا نحلو كامل. هاد الاشكاليه ديال انتم لستم طرفا في الاتفاقيه، انا اتفق معكم خصكم تكونوا طرف وشريك في هاد المشروع هذا، واخا الجماعه هي اللي عندها الاتفاقيه ولكن خصكم تكونوا حاضرين. انا ما بغيش نقرر في بلاصتكم، انتم اللي كتعيشوا المشاكل ديالكم، ثم اللي تقول لي داك العدد ديال الخطوط واش قاد واش ما قادش، الحاله الميكانيكيه ديال 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 الحافلات الى غير ذلك. هذه كلها امور اللي خصنا نناقشوها اجماعيا، وما يمكنناش حنا نقرروا بوحدنا، وخصكم تكونوا حاضرين، خصكم تحضروا. كاين نقاط اخرى اللي شالوا لها الاخوان اللي هذا الشيء ديال المواس ديال المهرجانات، هذا خص تكون عندنا رؤية كاملين، اتفقوا عليها، خص تكون رؤية شاملة ويدور دار عن بلانين، هاد السيمانة في كوفكران، السيمانة الجاية في نجد، السيمانة الجاية في عين الجمعة، السيمانة الجاية في عين العرمة، وكاملين نشتغلوا وكاملين نعاونوا بعضياتنا، تخي زامبوغ، ولكن اعتبرها تكون سابقة في المغرب كامل، إلا اشتغلنا كاملين على هاد الإطار هذا، يعني راه ممكن نديرو واحد اللقاء غير على المواسم، السيد العام الله يخليك رؤساء الجماعات تافقوا باش انهم تكون عندهم رؤيه على المواسم ديال هذا، وها شنو كنقترحوا باش حتى الدعم ديال سيدي العامل يكون. وغادي نسهلوا الماموريه على راسنا بزاف، ماشي واحد راه خدام الاخر خدام هنايا، يعني خص يكون هذا التنسيق. شوف هذا التنسيق كنقول بديهي واولي، الا درناه غير في المهرجانات كلشي غادي يسهل. كاين نقاط اخرى اللي شاروا لها الاخوان، لا فيما يخص الدعم ديال التعاونيات، لا فيما يخص الطرقات ولا البنيه التحتيه كذلك اللي خصها تدخل في اطار شراكات مره اخرى، ولكن كلنا خصنا نشتغلوا عليها. نقطه اخرى اللي شارك لها الاخ ديال وايد بوفكران، واخا ما ذكرتيش الطرف المهم وايد بوفكران الاهم اللي خصو يكون حاضر من اجل تثمين وايد بوفكران، لان عنده حموله تاريخيه كبيره. شكون هو؟ هي لا بي اش، هي لاجونس دو بارسان، لا 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 سي لا بي اش قبل ما تجي لاراضي. شكون هو المول
سي لا توتيل. دونك خصنا نحضروا لا بي ونشتغلوا، لا خصنا نديروا شي لقاء على واد بوفكره نجي لا بي ونشوفوا شنو الرؤيه، شنو بغينا نديروا. واش هذا واد بوفكره؟ دابا حنا عندنا مشروع ديال تسميه واد بوفكره هنايا في مكناس. كاين ما عرفتش انا اونامون شنو كاين، اللي خص تكون واحد الرؤيه مشتركه ملي كيخرج من بوفكره حتى لمكناس حتى شاري السوالي. هادشي خصنا نشتغلوا عليه، خصو يكون وما خصهمش يكونوا لي زيكو. النقطه الاخرى ديال اللي هضرتوا عليها كذلك ديال المطارح، انا الميزانيه اتفق معكم ولكن تدبير النفايات راه مكلف، عنده الثمن ديالو، خصنا نلقاو حلول بطريقه او باخرى. إذن هذه كلها تنظن بأنها نقاط جد مهمة، ونتمنى أننا نحاول نوصلها بالطريقة المثلى باش يكون التنزيل ديالها يعني يكون واحد التنزيل اللي يكون فعلي وعملي. وأنا كنعتبر هذا اللقاء هذا هو لقاء اللي كيدخل في إطار صياغة برنامج العمل، ولكن الأهم عندي هو اللقاءات الموالية بغض النظر على برنامج العمل. خصنا ناخدو ملف ملف ونجلسو نتذكرو عليه، ملف ديال 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 البنية التحتية، ملف ديال النقل، ملف ديال هذا، ونشوفو شنو هما ونمشيو نشتغلو على راسنا بطريقة كيف قال السيد راسي دون مانيير أغريسيف باش نلقاو الحلول. لأنه خص يكون خص لا بيرسيستونس، مثل لا بيرسيستونس بالعربية، فو بيرسيستي. الاصرار خص يكون الاصرار الاخوان اخواتي، الا ما كانش الاصرار ما كنحلوش المشاكل. كل يوم ندق ونساو سير، خص يكون الاصرار 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 حتى نحل المشكل. الا ما كانش الاصرار نقد نبدا مي ما عمري ما نكمل، خصني نبدا ندق ندق دي فو باتراكي ندق ندق حتى نحل المشاكل. كيف دقيت يا سيد الرئيس؟ جا الرئيس بارك الله عليكم، ميرسي بوكو، ونزل حفل شيء مرة أخرى. كنشكركم بزاف السيد السيد بغير تي كان شوف الأخ تفضل السيد الرئيس. إلا سمحتوا أنا شكرا السيد الرئيس. غير تكميل هادشي اللي قلتي دابا في إطار التنسيق والتواصل الأفقي من الجامعة مع الجامعات الأخرين. كل جامعة عندها برنامج العمل ديالها وعندها استقلالية التكبير وكذا، في اطار التواصل الافقي راه اقترحنا واحد المشروع وربما في ثلاثه ديال التدخلات جا ولكن ما كنتش حاضر. حنا بغينا نذكروا به لاهميته، راه المساله ماشي هي بالورط واعداد واقتراح مشاريع، هذيك الشيء راه كلشي غادي يدار في الاخر. نقدر نقول لك المجال ديال مكناس والجامعات المجاوره يتشابه في مخرجات تشخيصيه وحتى في مشاريع المقترحه اللي غادي تدار، وداك الشيء كله ساهل. راه المشكل في التنزيل. اذا نقترحوا، خلينا نقول واحد الحاجة ربما وخلينا نقول واحد الحاجة ربما حتى سياسيا، راه ضروري من وضع واحد الإطار مؤسساتي اللي نقدروا نسميوه خلية ديال التنزيل ديال البرامج. تقد تعتقد في كل تريمستريال مثلا، إما تكون لجنة دائما كتمثل فيها جميع الجماعات أو خلية للتواصل الاعداد والتقييم والتنفيذ. ضروري واحد الاطار مؤسساتي يدار على شكل اتفاقيه. شكرا. سي جواد، هو ديال خلق واحد ماشي لجنه، لا خصنا نعطيوها واحد الهيئه. انا بغيت هذا اقتراح هو الاول، لان شوف نتفقوا على ما بغينا نتفقوا، مي باش ننزلوه خصنا واحد الاطار مؤسساتي تنظيمي تنسيقي اللي كيشتغل ديال الجماعات كاملين. وتما فين نهضروا على هاد البرامج الموضوعاتيه، نهضروا على النقل، نهضروا على هذا، ونعطيو اقتراحات ديالنا كاملين واللي فيها الطابع، فيه الطابع السياسي وفي جميع الطوابع كلها خصها تكون فيه. إذن مره اخرى بغيت نشكر الاخوان على الاخوات على التدخلات ديالهم، لأنه فعلا كلها يعني بناءة، وبغيت نشكرهم يعني على الحوقة ديالهم على الجامعات ديالهم
غير مره اخرى خصنا خص يكون بيز داغريسيفيتي بعضياتنا، يبقى التواصل بعضياتنا. برامج عمل الجماعات تحضروا، هاد روح التنسيق بيناتنا خصكم تستحضروها، خصها تكون ونعيدوا. شوف ما عرفتش انا شكون الاخوه اللي مازال ما داروش هاد البدايه ديال الصياغه ديال البرامج العمل، شكون اللي مازال ما داش؟ كلكم كملتوا، ما عيطوش علينا باش يكون لهم، باش يكون لهم يكونوا فيه الرؤساء الجامعات كيسوا الكونسير اللي هو البوفكران، نعيطوا لا بياش، نهضر مع السيد العام اللي عطينا شهاد ونتذكر، وتكون عندنا رؤيه نتفقوا عليها كاملين، وديك الساعه منين نخرجوا بالرؤيه ديالنا نقلبوا على شكون اللي عطينا يد العون، باش فعلا خصنا نتمنوا ذاك الواد، والا تبقى غير سميه. خصنا نتمنوا شنو بغينا؟ واش يبقى واد؟ شنو بغينا؟ شنو هي الرؤيه ديالنا؟ ونستحضروا هاد الحموله التاريخيه ديال واد بوفكران. انا ملي كنشوف شهري الصواني كنتفكر واد بوفكران. الناس اللي عاشوا في المدينه القديمه كاين الحماحم، الحمام القديم، الحمام العتيق، منين كان كيجيب الماء بوفكران، انا كنقول له ما التاقما كنحمر شويه هو اللي كيمشي للحمام. إذن هذه حقولية تاريخية قديمة وكبيرة اللي خصنا نشتغلوا عليها كاملين باش حتى لا ننسى، لأنهم كناس ماشي غير كناس، كاين كناس الحمد لله. عندنا الضريح بن إسماعيل، عندنا باب المنصور، عندنا شارك، عندنا حبس قارة، عندنا الشيخ الكامل، ولكن عندنا كذلك واد بوفكران والموحد ديال الكناس كل بلاصة راه فيها. عندنا مولاي إدريس، عندنا مولاي بيليس، عندنا بزاف ديال الأمور. وكاين نقول لكم واحد القضية، كاين جماعات أخرى اللي فيها تاريخ مجيد، خصنا نحفروا نقلبوا عليه. سيروا لعين الجماعه اللي انا كنعرفها مزيان، ولكن لقيت في شي حوايج انا ما عرفهمش، كيعاودوا لي الناس ديال تما على التاريخ، كان هنا واحد هذا، وكاين بنايات قديمه، وكاين شي امور اللي كاملين خصنا نشتغلوا باش اننا نتمنوا ونعرفوا الموحد ديال مدينه مكناس. لان فعلا ملي كتكون مكناس قويه الموحد ديالها قوي، ولكن ملي كيكون الموحد ديال مكناس قوي الانسان ملي كيكونوا ولادو تبعانين وهذا تا هو كينشد، يمشي مزيان وكيشوف وكيتهنى، كيمشي هاني مع راسه. إذن مرة أخرى كنشكركم بزاف ونمشي لله. أود أن أشكر زملائي في الجامعة الحضرية جماعة مكناس، السيدة فاطمة الحبيب، السيد رشيد بن بوح، السيدة فاطمة الهواش، وأود أيضا أن أشكر جزيل الشكر واحد التالوت يتمتع بقدر كافي من الكفاءة المهنية ومن الإخلاص ومن المواظبة ومن التضحية، مكتب الحكامة وتجويد الخدمات بجامعة مكناس الذي تشرف عليه السيدة رجاء، السيدة حليمة، والسيدة ابتسام. شكرا لكم.